طيب اتفرجتوا على الماتش طبعا واستمتعتوا باداء المنتخب بالذات في الشوط الاول، لانه التسجيل البدري كان من محمد النني وبعدين محمد شريف ثم محمد صلاح سجل هدفين، والحقيقه صلاح سجل كمان هدف مهم بالنسبه له، اصبح ثاني هدافي المنتخب الوطني في تاريخ الكره المصريه. كابتن حسام حسن عنده هذا الرقم ب 69 هدف في تاريخ المباريات الدوليه، كان بعديه الكابتن حسن الشاذلي الله يرحمه. محمد صلاح كسر رقم الكابتن الشاذلي واصبح عنده 45 هدف، وعند صلاح فرصه باذن الله تعالى انه يتقدم ويعمل رقم قياسي تاريخي يسجل باسمه كهداف للكره المصريه في تاريخها، ويستحق صلاح بالتاكيد. انا معيار الهداف ليس بعدد الاهداف يا استاذ ابراهيم في رايي، انا لازم انسبه لعدد المباريات الدوليه، لان انت ايام الشاذلي هو لعب كم ماتش دولي؟ ده الجوهري كان بيلعبه في سنه. عدد الماتشات الدوليه زمان، احنا في السنه اللي بتاعه كاس العالم واللي قبليها واللي بعديها قيل الله اعلم المنتخب لعب 55 مباراه دوليه ما بين ودي ورسمي. فالعبره انت ودلوقتي انت بتلعب قد ايه عدد الماتشات المتلاحقه، والمجموعات زادت والتصفيات طولت. مش عايزين، ولذلك انا ضد مقارنة الأجيال خالص. هي مش مقارنة فنية لكن مقارنة رقمية مش مظبوطة، لا دلالاتها مش صح. يعني أنت تقول بقى ده جاب 50 جون من كم مباراة، ده جاب 90 جون من كم مباراة، ده جاب 70 جون من كم مباراة. لو أنت عايز توصل مين الهداف، الهداف يبقى نسبة التسجيل بالنسبة لعدد المباريات. لكن في كل الأحوال الأسماء اللي أنت قلتها دي أسماء عظيمة، أسماء كبيرة جدا. محمد صلاح النهارده بيتجاوز الكابتن شاذلي وبيقترب من الكابتن حسام اللي هو يعني طبعا بصمه عميقه جدا في الهدافين. نتمنى طبعا صلاح ربنا يكرمه ويكمل ونشوف في الاخر هترسي الامور عليه.